السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما شايفين فيديو جديد من ماينكرافت. فيديو راح يكون تحميل افضل 3 رصفكات للتحكم الجديد لماينكرافت الجوال. بس قبل ما نبدأ الفيديو انزل تحت وحط لايك واشترك القناة اذا ما كنت مشترك، وبس ليتس جو. وزي ما شفتوا يا شباب الرسوس باك الأول، زي ما شايفين أزرار التحكم الجديد محاطة باللون الأزرق، وكمان معدل على الانفنتوري زي ما شايفين. وهنا عند السيوف يا شباب معدل عليها بشكل خرافي، هنا الخشب، هنا الستون، هنا الجولد، وهنا الآيرون، هنا الدايمود، وهنا الفيشنج روت والبو، وهنا عند البوشينات والفلينت أند ستيل زي ما شايفين النهار معدل عليها. وهنا عنا شباب الدروع شكلها مرة أسطورية، هنا عنا دروع جلد، وهنا التشين، وهنا الآيرون، وهنا الجولد، وهنا الدايمود والدايمود المطور. زي ما شايفين أشكالهم مرة أسطورية. وزي ما شايفين يا شباب هنا عنا الأبل العادية والجولدن أبل والجولدن أبل المطورة زي ما شايفين. وزي ما شايفين هنا يا شباب عنا السكاي، زي ما شايفين شكلها يعني نوعا ما حلو بالنسبة للرسوس باك. وبس يا شباب هذا كان الرسوس باك الأول للتحكم الجديد، وبرضه معدل عليه للبي في بي. وخلينا ننقل للرسوس باك الثاني. وزي ما شايفين يا شباب هذا هو الرسوس باك الثاني، أزرار التحكم الجديد محاطة باللون الأحمر ومعدل على الانفنتوري لأنه هذا الرسوس باك للأجهزة الضعيفة. وهنا عنا الدروع، وزي ما شايفين يا شباب السيوف معدل عليها شويتين، يعني هي الخشب والستون والايرون والدايمود والأشياء هذه. وهنا يا شباب عنا الجولدن أبل المطورة والأبل الجولدن أبل العادية والأبل العادية. وهنا يا شباب عنا يعني رسوس باك أجهزة ضعيفة، يعني بيطلع لكم سكنكم هان في مود بيظهر لكم دروع والهيلث وهذه الأشياء. وهنا عنا يعني اللافا، يعني شباب ما حكم شايفين حاجة، رسوس باك أجهزة ضعيفة هذا. وزي ما شايفين يا شباب هنا عنا السكاي في الليل، وهنا الشروق، وهنا في النهار. وبس يا شباب زي شوفين هذا كان الرسوس باك الثاني للتحكم الجديد والأجهزة الضعيفة، وخليكم مع الرسوس باك الأخير. والرسوس باك الأخير يا شباب ديفولت ما يحتاج له تصوير سينمائي، يعني زي ما شايفين بس معدل على زرار التحكم الجديد مغير أشكالها، ومعدل كمان على الانفنتوري زي ما شايفين، وباقي الأشياء ما معدل عليها. زي ما شايفين سيوف زي ما هي، ودروع زي ما هي، وكل حاجة زي ما هي بعد الرسوس باك. وبس يا شباب زي شوفيني هذا كان مقطع اليوم. إذا عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات، والرسوس باكات راح تلاقوها في الوصف. وبس سلام عليكم.